وتلا على مصانعنا بعد الحياة، نشكره جزيل الشكر رغم أنه كانت مفاجأة. وإذن كما نلاحظ تعذر أعضاء اللجنة التحضيرية للحضور، لكن مفترق إن شاء الله على ما يلتحقوا غدا نناقشوا حنايا البنود ديال القانون الأساسي للهيئة، اللي إن شاء الله كان الإخوان اللي كانوا في اللقاء الأولي الاستشاري للأعضاء تعرفوا عليه. دابا غادي نحاولوا أننا نتلم القانون الأساسي مجددا على الحضور، جسم هما الحضور اللي كانوا ما حضروش معنا اللقاء التشاوري. المملكة المغربية الشريفة، الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع، البند الأول، التأسيس. بناء على مقتضيات الظهير الشريف 1/58/396 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نوفمبر 1958، والذي بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسب ما وقع تقريره وتتميمه بمقتضى الظهير بمثابة قانون رقم 173/283 الصادر بتاريخ 6/4 الموافق ل 10 أبريل 1973، وقانون رقم 95/00 الصادر الأمر بتبديله بموجب الظهير الشريف رقم 1/02/206 والصادر بتاريخ 12/23/2002. كما تم 0/09/07 الصادر بتاريخ 30/04/1430 الموافق ل 26 فبراير 2009. تأسست الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع لأمد غير محدود ولأهداف غير ربحية، ومقره المركزي الكائن ببن خلدون رقم 1 بني بيت بني يخلف المحمدية. البنية الثاني، الصيغة الوطنية والدولية. الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع هي هيئة للإسعاف الاختياري ومساعدة للسلطات العمومية والمصالح الصحية والعسكرية وشبه العسكرية في التدخل السريع. بالنسبة للإخوان اللي معنا في القاعة، واش أننا نناقشوا بند ولا أننا نمشيو بنود يعني قراءة التسلسل؟ تهدف الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع من خلال أنشطتها مساعدة الفئات الاجتماعية والمستضعفة، ولا سيما في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية وتكوين الشباب وخلق فرص للشغل الفئات المحتاجة. كما تعمل الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع من أجل دعم التفاهم والتعاون بين الشعوب. البند الثالث، الهيكلة. تقوم الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع بتنظيم مركزي يشتمل على مؤتمر وطني ومجلس إدارة لجنة مركزية، تنظيم جهوي يشمل على المكاتب الولايات والأقاليم، وتتوفر هذه المكاتب على الأجهزة أجهزة مسيرة وأجهزة منفذة. تتوفر كل المكاتب على فروع للشباب والإسعاف والإغاثة والشؤون الصحية والاجتماعية والإعلامية والفتاة والمرأة، وذلك حسب المصادر التي يضعها المكتب المسير. للهيئة علامة مميزة. البند الرابع، الشعار. للهيئة علامة مميزة، وهي شعار تتمثل في دائرتين، الأولى حمراء
إذن حضور الأخ عادل عبور عضو اللجنة التحضيرية إلى حين حضور الأخت سميحة أساطي الفعاليات الجامعية. إذن تتم للبند الرابع الشارع للهيئة علامة مميزة وهي شارع تتمثل في الدائرتين الأولى حمراء والثانية خضراء تتوسطهما اسم الهيئة الوطنية للتدخل السريع ومترجم باللغة الفرنسية ورأس المملكة المغربية. إذن حسب الشارع هذه هي شارة الهيئة دائرتين الأولى بالأحمر والثانية بالأخضر يتوسطهما اسم الهيئة بالعربية والفرنسية وشعار المملكة المغربية. الأهداف البند الخامس الأهداف تهديف الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع إلى الوقاية والتخفيف من الآلام وبدون الأخذ بالاعتبار الانتماء الجنس والعرق والجنسية والوضعية الاجتماعية والديانة والآراء السياسية تربية المجتمع على المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان بمفهومها القومي وحمايتها والدفاع عنها والنهوض بها الاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توجيههم وتأهيلهم وإدماجهم وتأطيرهم. في هذه النقطة الاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توجيههم وتأهيلهم وإدماجهم وتأطيرهم تعمل على توفير الإغاثة والمساعدة من خلال عمليات سريعة وفعالة في حالات الكوارث الطبيعية التي تتطلب الاستشارة الضرورية للضحايا وكذلك حوادث السير إلى حين وصول ذوي الاختصاص ونقل المرضى بين المستشفيات المساهمة في محاربة الأوبئة ومحو الأمية والوقاية من الأمراض وتحسين الصحة وذلك من خلال منح العلاجات الطبيعية وشرح الوعي بقواعد الصحة وتقريب العلاج للمرض القيام بأنشطة إشعاعية في جميع المجالات الصحية والثقافية التربوية العلمية لقاءات وندوات ثقافية وفنية وتربوية وكذا برامج على الأمل تتعلق بالتكوين والتنشيط الثقافي والسوسيو التربوي تنظيم مخيمات خريفية شتوية ربيعية وصيفية محلية جهويا ووطنيا وحتى دوليا أنشطة وبرامج على مستوى البيئة والعالم القروي ترسيخ العمل التطوعي والتربية المدنية بالأوساط الاجتماعية التعاقد والشراكة مع الجمعيات والهيئات والقطاعات والوزارات والمنظمات الوطنية والدولية لتنفيذ برامج تنموية تنظيم تظاهرات ومهرجانات وملتقيات في جميع الرياضات الفردية والجماعية بتنسيق مع جامعات الملكية المغربية بأنواعها وكذا العصب الملكية والجمعيات وكل ما يصب إلى المنفعة العامة. البند السادس الوسائل تهتم الجمعية بكل ما يتعلق بالتربية وإشاعة الوعي وتعمل على تحقيق ذلك من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية التكوينية والجامعية لتحسين الشباب والمستشفيات داخل وخارج الوطن نشر الوعي الحقيقي على أوسع نطاق بأهمية الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع من خلال عروض توعوية تستثمر نتائج أخرى والأبحاث العلمية لاستهداف المؤسسات التربوية والتعليمية وكل المؤسسات والمركبات التكوينية والأحلال الشعبية وكل القطاعات بحملات تحسيسية وفق مقاربة وقائية بالدرجة الأولى وموجهة للأطفال والشباب وكل الفئات العمرية استهداف العاملين بالقطاعات الإنتاجية من خلال عقد شراكات مع أرباب العمل وتنظيم الحملات التحسيسية وسط فئة القوة العاملة توضح التأثير المباشر وخلق فرص الشغل توجيه ومرافقة الراغبين في الاستفادة من التكوين والانخراط خلال إبرام اتفاقيات وشراكات مع مختصين
متخصصين من أطباء وجمعيات ومستشفيات وأرباب الشغل، استخدام فضاء التكوين والمتابعة داخل الهيئة لفائدة المهتمين، العمل على إنشاء بنك للمعلومات تشمل مختلف المعطيات حول الإسعاف والإنقاذ والأمن الخاص، طرح أفكار ومبادرات من أجل العمل على تفعيل القوانين الخاصة، تذكير مكون ومسؤوليته والتوعية بضرورة الحفاظ على البيئة سليمة لفائدة الأجيال القادمة مع خلق ونشر ثقافة البيئة، تنظيم تدريب ودورات تكوينية في مختلف المجالات مع خلق فرص للشغل، خلق وترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي والتطوعي، المساهمة في الترشيد الثقافي والترفيهي والرياضي والاجتماعي والبيئي، التعاون مع الفعاليات الحية والمراكز ذات العلاقة مع نطاق العمل الهيئة لمساعدة الرغبين والاستفادة في الإسعافات الأولية والإنقاذ والبحث عن العمل، التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأخرى، برمجة محاضرات وندوات ومناظرات والرحلات التوعوية والمسابقات الرياضية، ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا، التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات الدولة بمختلفها ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديون في كل المجالات التي تهتم بالإسعاف والإنقاذ وتشغيل الشباب. البنك السابع، الأعضاء الفاعلين، يتمتع بصفة عضو فاعل كل شخص انخرط في الهيئة وأدى انخراطه السنوي أو قدم خدمات معترف بها، يجب على العضو الفاعل احترام القانون الأساسي والقانون الداخلي للهيئة، يفقد الشخص العضوية بتقديم الاستقالة أو الطرد أو التشغيل المتقابل للضوء من طرف اللجنة المركزية للاقتراع من مكاتب الولايات والعمالات والأقاليم، وذلك بسبب عدم أداء إشراف قانوني أو ارتكاب أخطاء فادحة تخص بمبادئ الهيئة ومصداقيتها بعد توجيه من دار مكتوب إليه أو بثبوت التوقف عن عدم أداء تقديم الخدمات. تعطى صفة العضو الفعال الحق في الحصول على البطاقة الشخصية للعضوية. البند الثامن، الأعضاء الشرفيين، تمنح صفة العضو الشرفي إلى كل شخص قدم خدمات للهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل الصحي، يمنح هذا اللقب من طرف المكتب المركزي للهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل الصحي، يشارك الأعضاء الشرفيين في أشغال المؤتمر الوطني ولهم الحق في المناقشة. البند التاسع، أسرة الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل الصحي، أولا المؤتمر الوطني، ثانيا مجلس الإدارة، ثالثا اللجنة المركزية. البند العاشر، تكوين المؤتمر الوطني، يضم المؤتمر الوطني جميع مكونات الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع، يتكون من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة المركزية وممثلي مختلف مكاتب الولايات والعمالات والأقاليم والأعضاء الشرفيين. للأعضاء الهيئات المذكورة الحق في حضور أشغال المؤتمر بعد أن تثبت صفتها للمشاركة في أشغال المؤتمر الوطني. لكل المكاتب بالولاية والعمالة والأقليم الحق في المشاركة بثلاث أعضاء. البند الحادي عشر، مسطرة المؤتمر الوطني، يجتمع في دورته العادية لقرار متخذ في الدورة السابقة أو بدعوة من مجلس الإدارة في التاريخ والمكان الذين يحدد له مرة في السنة، ويجتمع في دورته استثنائية بطلب من ثلثي الأعضاء أو بطلب من مجلس الإدارة أو بطلب من الرئيس. يتكون مكتبه من أعضاء اللجنة المركزية، يترأس المؤتمر رئيس الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع لكونه العضو الدائم. أي يعتبر المؤتمر الوطني أعلى صورة في الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع، ويجتمع كل خمس سنوات. يستند إلى التقرير الأدبي والهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع الذين يقدمهما
يوافق على الحسابات الجارية ويختمها ويعفل مجلس الإدارة ويناقش ميزانية ويوافق عليها. يلتقي أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة المركزية يقرر في تعديل القانون الأساسي ويناقش ويوافق على القوانين الداخلية والتي يقدمها لها مجلس الإدارة كما يمكن له تعديلها. سادسا، لكل عضو مشارك صوت واحد. البند الثالث عشر، مجلس الإدارة يجتمع بين دورتين المؤتمر الوطني ويشترك على إدارة وتسيير الهيئة الوطنية لإسعاف التدخل السريع ويضم 12 عضوان ويضم 12 عضوان ينتخبون من طرف المؤتمر الوطني. ثانيا، رؤساء مكاتب الهيئة الوطنية لإسعاف التدخل السريع بالولايات والجهات. ثالثا، شخصيات يختارهم المؤتمر الوطني لخبرتهم واهتمامهم بقضايا الهيئة الوطنية لإسعاف التدخل السريع. رابعا، في حالة خلو عضو منصب لمجلس الإدارة يعين مؤقتا من يشغله إلى حين عقد اجتماع المكتب المركزي. خامسا، لرئيس الصفة الدائمة بالهيئة الوطنية لإسعاف التدخل السريع. البند الرابع عشر، سلطات مجلس الإدارة في إطار القرارات والتوجيهات العامة المنتخبة من طرف المؤتمر الوطني يقوم مجلس الإدارة به. أولا، ممارسة السلطات الضرورية لبلوغ أهداف الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع. يبت في إحداث وحل المكاتب الولايات والعملات والأقاليم وفي أجهزتها المسيئة. يهيئ ويقدم من أجل موافقة المؤتمر الوطني على القوانين الداخلية للهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع. يحدث اللجان التي يراها ضرورية للهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع من أجل القيام بمهامها. يبت في القرارات المتخذة في غياب المجلس الإداري من طرف اللجنة المركزية أو الرئيس. يقرر المصاريف المهمة وغير المنصوص عليها في الميزانية بعد الاطلاع على رأي اللجنة المالية. يقترح على المؤتمر الوطني منح الترشيحات والميداليات والمكافآت والعضوية الشرفية. ينتخب أعضاء اللجنة المركزية ونواب الرئيس وأمين المهد. يعين ممثل الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع في المؤتمرات والندوات وغيرها المحلية والجهوية والوطنية والدولية. البند الخامس عشر، الدورات. يجتمع مجلس الإدارة مرة كل 6 أشهر في الدورة العادية. يجتمع في دورة استثنائية بمبادرة من الرئيس أو اللجنة المركزية أو مطالب ثلثي الأعضاء. البند السادس عشر، المسطرة. يترأس مجلس الإدارة رئيس الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع ومدير المعاملة. يتخذ جميع قراراته بالأغلبية العادلة وبحضور رئيس أعضائه الذين يصوتون أو بقرار من الرئيس الشخصي. كل عضو له صوت واحد ويرجح صوت الرئيس في حالة التعادل والأصوات بينه والرئيس الدائم للهيئة. يتكلف الأمين العام بإرسال الدعوات 10 أيام قبل الاجتماع وتتضمن الدعوة المختلفة لقد المدرجة في الجدول العام. البند السابع عشر، اللجنة المركزية. تضم اللجنة المركزية الرئيس ونواب الرئيس الأمين العام ونائب أمين المال ونائب ومستشارون رؤساء لجان الإغاثة الشباب الإسعاف المالية التكوين الصحة والشؤون الاجتماعية والإعلام والعلاقات الخارجية ونشر مبادئ الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع. البند الثامن عشر، سلطات اللجنة المركزية. تمارس كل السلطات التي يخولها لها القانون الأساسي. تتخذ القرار في القضايا الطارئة التي يمكن أن تحدث. تناقش كل القضايا التي تتضمن السير العادي والتطور المطلوب للهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع. البند التاسع عشر، المسطرة. تجتمع اللجنة المركزية مرة في الشهر على الأقل دعوة من الرئيس أو الأمين العام. ويتكلف الأمين العام بإرسال دعوة 10 أيام قبل الاجتماع وتتضمن مختلف النقاط المدرجة في الجدول العام.
تلجم عندما يتكون عندما يكون غير ضروري الدعوة الاجتماع حول موضوع محدد. يمكن للأعضاء أن يتلاعب رأيهم إلى الرئيس الهيئة الوطنية لإسعاف التدخل السري، ويوضع محضر لهذا الغرض من طرف الأمين العام. تؤخذ القرارات اللجنة بأغلبية من أغلبية الأعضاء الحاضرين، ويرجح صوت الرئيس عند التعادل في الأصوات. اختصاصات أخرى. نوابه، أمين المال، نوابه ومستشارون. البند 24. تتكون مكاتب الولايات من رؤساء وأمناء عام وأمناء مال من مكاتب العمالات والأقاليم التي تضمنها الولاية. تتخذ مكاتب الولاية رؤساء مقرريها العاملين لمدة 3 سنوات، ويعاد انتخابهم من طرف المكتب المركزي. البند 25. تهيئة مكاتب العمالات والأقاليم المكاتب المحلية للدوائر الحضرية والقرارية. البند 23. سلطات مكتب الولاية ومكاتب العمالات ومكاتب الأقاليم. تعمل هذه المكاتب في
بطريقه مستقله تحت المراقبه المستمره من طرف مكتب المركز. تجتمع هذه المكاتب مره كل 3 شهور او اكثر او بامر من اللجنه المركزيه. تنظر في القضايا المحليه والمسجله في جدول الاعمال اجتماعاتها ويشرف على حساباتها وانشطتها كما يصوتون على ميزانيتها مع احترام بنود القانون الاساسي وتوجيهات قرارات المؤتمر الوطني والمجلس الاداري واللجنه المركزيه. البث السريع المجالس تنتخب هذه المجالس تنتخب هذه المجالس اعضاءها من بين المكاتب والولايات والعمالات والاقاليم الموجوده في الجهاز ولها دور منسق واستشاري مع القضايا الكبرى ذات صلة بالمساهمة بالهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع في تنمية الجهة. يعين المجلس الاستشاري المندوبين الجهويين المكلفين بمتابعة برامج الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع للجهات ويحدد مهامهم ومدة عملهم. انتخب المجلس الجهوي رؤساء مقرريها العاملين ويعاد انتخابهم مرة كل 3 سنوات. تنتخب المجالس الجهوية رؤساء ومقررين عاملين ويعملون كل 3 سنوات. البند 28 المنشآت الطبية والمصحات. تحدث الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع مستشفيات ومصحات ومراكز العلاج الأولية وسكن الشباب. إحداث منشآت اختصاص المكتب المركزي بعد استشارة اللجنة الوطنية. وتخضع هذه المراكز المستشفيات والمصحات ومراكز العلاج في تسييرها للهيئة الوطنية من طرف المكتب المركزي للمنفعة العامة. تحترم هذه المؤسسات القوانين الجارية بها العمل وكذا مبادئ الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع. البند 29 يحدث المجلس الإداري واللجان الاستشارية التي يراها ضرورية ولا سيما لجان الصحة والشباب والإسعاف والمالية والإغاثة والشؤون الاجتماعية والعلاقات الدولية والإعلام والنشر وجمع التبرعات والمتطوعين. ينتخب أعضاء اللجان من طرف رئيس المجلس الإداري. ينتخب أعضاء اللجنة المالية من طرف رئيس الإدارة ويعتبر الأمين العام عضوا رسميا للجنة وتعطى اللجنة رأيها حول القضايا المالية كما تقترح مشروع الميزانية وتقرير حسابات السنوية وتقرير أمين المال. البند 30 موارد. تتكون موارد الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع من اشتراكات الأعضاء التي تحدد مبلغها في القانون الداخلي، عائدات الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، المبلغ المحصل عليه من الجمهور والهيئات المقبولة في القوانين، يضاف إلى المساعدات التي تمنحها الدولة والمؤسسات والجماعات وكل مطارات المقدمة من المستفيدين. يمكن للهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع أن يملك عقارات منقولة وغير منقولة ضرورية لأداء الرسالة منصوص عليها بها. يمكن للهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع بعد الحصول على إذن من الأمانة العامة للحكومة الحصول على هبات من جمعية دولية ووطنية ومن أشخاص أحياء أو بواسطة وصية أموال وعقارات منقولة وغير منقولة. إن العقار الناتج عن هبة من أشخاص أحياء أو بعد وصية يمكن للهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع بيعه وتدفع عائلات الصندوق الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع. لا تقبل الهيئة أي هبة منقولة أو غير منقولة منها ويحتفظ بالانتفاع بها بعد من طرف المتبرع. يمكن للهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع اقتناء منقولات وآلية من خارج الوطن التي تساهم عليها بالمنفعة العامة. كل القيم المنقولة توضع في اسم الهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع مع حمل الشارة المخصصة للهيئة كما يمكن لأعضاء المكتب المركزي والمكاتب الجهوية والفرع حمل شارات الهيئة على منقولاتهم سيارات خاصة كنزات سياراتهم الخاصة وسيارات الإسعاف. البند 31 الصندوق الاحتياطي والصناديق الخاصة. يمكن لمجلس الإدارة إحداث صندوق احتياطي وصناديق خاصة وتحدد مضامينه ومبلغ محدد لها بعد استشارة اللجنة المالية. البند 32 الميزانية والتقارير. تعرض الميزانية والتقارير المالية بعد مراجعتها عن ختام السنة المالية والتي تضمن أيضا ميزانيات والتقارير والمراجعة للمكاتب عن أنظار مؤتمر وطني من أجل التصويت.
أو بريد البنك يحمل توقيع أمين المال والرئيس البنك الثالث والثلاثون. انظر البنك الثلاثون في هذا النقطة الشكات. لا قرناصة اللي وقت مصري وغير في الإطار القضية ديال الشيكات هنا في القانون الأساسي عندنا واحد النقطة أربعة مراسل صحفي ترحبوا معك ترحبوا بك في هذه القاعدة. يعني خاصك تعرف أنه الجمعيات أو المنظمات الوطنية أو الهيئات الوطنية عندها واحد القانون الأساسي تتصير به جميع الفروع وجميع المكاتب. يعني هذا القانون الأساسي إحنا نقدروا أن نعدلوا ولكن ما غاديش نعدلوا دابا. هذا التعديل غادي ناخذوا هذه النقاط هذا غادي نعدلوهم وغادي نطرحوهم على المكتب المركزي على السيد الرئيس وأعضاء المكتب المركزي بالمحمدية. في أقرب وقت يعني في المؤتمر الوطني هو اللي تتم فيه تغيير القانون الأساسي. يعني إحنا نشوف يعني أول شيء إنه كباقي الفروع عطوا واحد النظرة لهذه النقطة هذه يعني أنه كان بعض النقاط اللي خاصهم يتطبقوا كان بعض النقاط اللي كما شرع لها يعني قضية ديال الشيكات أنه كل شيء بريد بنكي كل شيء أو بريد بنكي يحمل المال هي الأساس كانت أمين المال أو الرئيس مازال بقى أو الرئيس لا واحد فيهم لا هما الحماية والتفادي لوقوع في المشاكل حنا كنبغيو الخبر ديالهم لا هما هنايا الرئيس أمين المال معا معا هنايا هنايا كاين مع مختلف الجمعيات الوطنية الدولية لها نفس الأهداف وخدمة الصالح العام. البند 35 قانون داخلي يعين مجلس الإدارة القانون الداخلي الضروري لتطبيق القانون الأساسي ويعرضه على منظار المؤتمر الوطني. البند 36 تعديل القانون الأساسي لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا بعد دراسة تعديلة من طرف مجلس الإدارة هو الذي يقرر عليها. لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا بعد دراسة التعديلات من طرف مجلس الإدارة بقرار من المؤتمر الوطني، ولا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا بأغلبية ثلثين الأعضاء مع توفر النصاب القانوني وبحضور ثلاثة أرباع الأعضاء. البند 37 يدخل هذا القانون حيث تطبيق مجرى مصادقة عليه من طرف المكتب والسلطات المحلية، يعني السابق اللي ذكرنا. البند 38 حل الجمعية. لا يمكن حل الجمعية إلا بالقانون أو بقرارات تتخذ من طرف المؤتمر الوطني عن طريق التصويت في ثلثي الأعضاء أو بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين والمصوتين أو الرئيس. تم سهل يونس رئيس المؤسسة للهيئة الوطنية لإسعاف التدخل السريع، ورئيس المؤسسة هو السيد محمد عمالي، يعني رئيس الهيئة الوطنية لإسعاف التدخل السريع والمقر ديالها في المحمدية. إذا كان شي تدخل الاسم كذا شرفنا بالاسم ديالنا بالنسبة للتدخل ديالي حضر عن السيد رئيس الهيئة على أساس باش نشوف شنو غيعطي لنا هو أصلا أنا كمتطوعي شنو غادي تعطي لنا الهيئة باش نقدروا نخدموا أنا في النظر. يعني هذا الشيء اللي وكان حضر مزيان نشوفوا من بعد ان شاء الله نديروا مع شي لقاء سميتو بار التليفون ولا شي نديروا اتصلوا بهم شنو تعطيو الفرع هاي الشيء اللي عملت تطوع راه في شويه المخاسر بزاف. وإذا كان شي تدخل يديروا العماله مثلا يدير شي تدخل مثلا المؤسسات الاخرين تعاون معنا شويه على ما يشدوا راسنا ان شاء الله راه كاين الخير ان شاء الله تما غادي نديروا العلاقه ديالنا مادام القانون الاساسي ما فيهش ما
خصكش تقرب دوك الناس السياسيين باش تقرب لهادي وهادي سميتو يعني راه هو اللي خصو يوقف معنا وشكون اللي تيسير هاد البلاد هادي راه كاينين دوك المؤسسات ديال المجلس الاقليمي الجامعات القرويه يعني هاد الناس هادو راه سياسيين يعني إذا غيوقف معنا هو يتعاون معنا على ماشي مجلس الاقليم والبلديه والعملات والاخرين كسياسيين كسلطات يعني احسن هذا هو هم احسن غادي ناخذوا في التصور الاول ومن بعد غادي نجاوبوا على الشيء اللي كاين في الاقتصاد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بدايه بعد كان نشكر الجهه التحضيريه على هذا المجهود وانا بكل اختصار ربما ربما السيد الرئيس كان عنده عذر ديالو عذر مقبول ولكن حبذا كان نقاش خصوصا بما يتعلق بالنظام الاساسي نقاش يتعلق بالمركزيه لان يعني احنا كفروع بواقعه غريبه السوق بناء على واحد القانون توضع ولا يمس حتى المؤتمر نحن هذا المولود الجديد اللي غادي يتولد الى غادي يتولد لان باقي عاد ما عارفش راسو من رجلو لان صعيب شويه ولكن مادام الى انك تشوفوا لان هاد التعديلات وهاد الاقتراحات اللي يقدر يترفعوا الجهات المركزيه عاد نستناو المؤتمر ما داك راجع للجهات التحضيريه اللي كتشوفوا مثلا بان قابل هاد النقطه والنظام الاساسي فيما يتعلق بالفروع كاين واحد الغياب تام لعدم اشاره بالعلاقه اللي غادي تكون بين المركزيه والفروع لان كاين واحد الغموض من ناحيه ديال المداولات ديال النقاط ربما كنا شفناهم وناقشنا فيهم وكانت من بين النقاط اللي كنشوف نقاط الضوء اللي كاينه في النظام الاساسي وما يتعلق بنقطة جد أساسية ومهمة وما يتعلق بالمالية ديال الفروع لأن هنا كنشوف الفروع جد مجردة من أي مهمة ديال التسيير دخلتي حتى إلى درتي شي مجهود كفرع دخلتي شي هيبة ولا شي حاجة كتبقى أنت درتي واحد المجهود ولكن كل هذا المجهود حتى ترجع للمركزية علاش ما تحققش واحد الصلاحيه ولو بسيطه لهذا الفروع اللي كيديروا واحد المجهود جد كبار اما اذا كنشوف بان السياره ديالهم ما غاديش نقدروا نناقشوها حنا لان هاد النظامات الاساسيه ديال الهيئه الوطنيه هذا راه معمول بها في جميع البلاد ولكن من بين الانتقادات اللي توجه ماشي غير ديال الهيئه الوطنيه ديال جميع الهيئات لأن الفرع إلى راضي باش تأسس الفرع خصك تخضع لهذا النظام الأساسي ديال الفرع وشكرا كاينين شي اطباء ولا شي الناس اللي غيكونوا على الاقل المكتب
والمخرج الذي تعلم وبالنسبة للمقر تخصنا المقر ما بنتش على المقر تمشي ما بنتش على المقر خصنا المقر اللي هو اتفاقية شركة مع شي مؤسسة ولا مع شي مع أي واحد ما خصنا ندير مع شي اتفاقية شركة شي كيعطي لنا شي مقر والواحد كنعدو ليبا ديالو باش يبقى باش يخدم ويتحرك وتم زعما كي شفت مخارج واحد العياد على هذه ديجا راه تتكون واحد المنحة دوك المكاتب المركزية تتكون عندهم واحد المنحة هاد الانطلاقة تتكون واحد المنحة بعدا باش الواحد يتحرك يبدا وهذا التواصل والتكوين اللي سميتو الأوتور اللي سميتو السلام عليكم. اننا نحاولوا من اشخاص يعني ما يكون في جوج ديال المنظمات يعني في القانون الداخلي يكون في واحد المنظمه احسن باش يعطي داكشي اللي في الجهه ديالو لان الا كان في جوج ديال المنظمات شويه هنا ما غاديش تقدر ما غاديش يقدر يوفق ما بين جوج ديال المنظمات لهذا انا كنقول يعني يكون في واحد المنظمه وباش يعطي اكثر. شكرا. العمل التطوعي مادام العمل الجمعوي مادام الجمعية انا عارف انا عارف العمل الجمعوي اللي راه عمل تطوعي اوتوماتيك انا باش نمشي انا ندي بلاصه تاع الوجده ولا تاع الناظور ولا نتحرك بزاف ونزيد من جيب مثلا انا راه تنهضروا على الموسى نعم هو ساهم الأشياء اللوجستيكية الماتيريال
كبدايه يعني اي منظمه ولا اي هيئه راه ما كانش اللي بداو مقرات. والملاحظه واضحه يعني كان سوسيو تربوي اما تيخلعوا سوسيو تربوي واما تيخلعوا المركبات الاجتماعيه ولا خبر شي هذا ما كان. ويعني من هذا النطاق هذا نقدموا تحيه كبيره منظمة الهلال الأحمر المغربي وكذلك الإسعاف والإنقاذ المدني حيث هما غادي يكون عندهم إن شاء الله المشاركة ديالهم عليها. نتمنوا أنه يكون واحد شراكة متميزة ما بين الهيئة وما بين منظمة الهلال الأحمر المغربي فرع الناطور وما بين كذلك المنظمة الوطنية للإنقاذ المنظمة الوطنية للإسعاف والإنقاذ لأنه حقيقة هذه شي منظمات حاولي بزاف ديال التكوين يعني ما غاديش نساهم. والدليل هو أنه دابا حاليا يعني سيكون المنظمة الوطنية يعني نفس تقريبا نفس الأخوة. إذا عنوان المقر المؤقت شارع الشمالكي حدا عمارة كوروكو شارع عمر خيام. يعني شارع عمر خيام عمارة كوروكو شارع الشمالي. سي بغداد اللي حتى يحضر باش نجاوب على السؤال ديالو الوقت الجمعة حضور كانت كتمنى انها تكون حضور الرئيس للهيئة المركزية باش يشرفنا باش يكون معنا بزاف ديال السيد يوسف لأنه هو المطلع الأكثر على القانون والأسئلة اللي كيكونها تلقى واحد الجواب الشافي مع المتدخل. إذا في هذه النقطة رئيس الهيئة المركزية للهيئة الوطنية للإسعاف والتدخل السريع المكتب المركزي للمحمدية في آخر لحظة قدم الاعتذار ديالو للظروف الصحية الوالدة ديالو تعرضت لوعكة صحية اللي خلات أنه تكلم معكم شخصيا. كما قلت لكم أنه كان الحضور ديال فرع ديال السلا وفرع ديال الفريكا وفرع أخرين اللي كاينين تعطر عليهم الحضور. وبالنسبة للقاء ديال السيد الرئيس المركزي وحتى رئيس الفروع إن شاء الله من بعد التأسيس غادي يكون واحد اللقاء موسع ما بين الأعضاء فرع الناطور وحتى الفروع الأخرى اللي غادي يكون باش أنه يكون واحد الجلسة ديال كما تقول الجلسة ديال عمل الفروع المركزي الفروع مع المركزي. ضروري يكون لقاء قبل. بالنسبة للأخت بشرى كتسألنا عن كتوصي كتبني واحد السيد فقط لأن اللي بغى يترشح شي منصب من المناصب ديال الهيئة يكون على استعداد يوفر لها يعني جاهد ويكون ملتزم بالأوقات ديالها والطلبات والضروريات ديال يعني شنو كيتطلب منها. هو أدرى ماشي بحال الجمعية راه ممكن واحد النشاط يجي أي واحد بالأدرى خصهم يخرجوا على عارفين باش يكونوا في الصومال يعني أكيد بالنسبة لهذا اللقاء هذا كما
هذه النقطة هذه اللي شرط لها بشرة، فهي تجربة وتجربة محضة رفقت بعض الإخوان في العمل الجمعوي تدخلوا المكاتب احنا راح في المكتب، احنا موجودين الوقت اللي تكون شي لقاء ولا شي ندوة ولا شي حاجة عمل يعني الحضور ديالهم تتلقى انهم عندهم اعضاء، ما تنقولش اعضاء اللي غادي تشفع لهم ولا يعني اعضاء اللي غادي تخليهم ولا تعطيونا واحد الاعضاء اللي غير مقبولة. انا راني كذا راني كذا هنا كما قلت مشا في هذا المجال اكيد نقولها من دابا يعني من قبل الاخر انه غادي يكون ان شاء الله اختيار ديال الاعضاء. الاخ خالد كيرفض التنوع والانتماء للعالم اكيد شيء اسمح لي باش نكتب ماشي كجمعاوي ماشي زعما في الجمعيه انا والجمعيه نقول كمنظمات مثلا كاين يعني ناس اللي في الهلال او في المنظمات بغا يدخل لهاد المنظمه الجديده الا كنا غادي يكون في ديال المنظمه كما تشوفوا غادي نشوفوا هذا انا كنقول في الاقتراح يعني في واحد المنظمه يدخل في واحد المنظمه اللي يكون مع هادو اللي يكون معاه ولكن باش Thank you.
على الشرف المصري. بداية تحية مباركة للجميع، نتمنى إن شاء الله هذه الجمعية جمع مبارك، نتمنى هذا المولود الجديد إن شاء الله يمشي بزاف. كما كنشكروا اللجنة التحضيرية على هذه الجهود الجبارة اللي دارت لينا باش توفر لينا هذا الأرضية باش توفر على المسائل النظام الأساسي اللي قراو علينا على النظام الأساسي كبير، ولكن كاين الإفادات من خلال مداخلة الأخوان كلهم مداخلة تصوير. ولكن من حلقة السيد سيد السامع لأن هذا النقاط قد تعرض عن جلالة اللجنة المركز مولانا هي المركزية، ولكنهم كانوا صلاحيين والمهمة ديالي هنا غير لأجل التسيير هذا الانتهاء ديال التسيير ديال إلى هذه الجلسة ديال التشكيلة ديال المكتب المحلي. اللي غادي يخدم اكيد كاين نكره من ذلك
عندي انا سي حنا ورعه اني نقبل الاخوه سي حنا ورعه تاعنا اللي مستقرت خويا فرحت من هذا الوقت شنو هذا تما راني مستقرت معايا والا ممكن ندخل ولكن باش الالتزام يعني باش الحضور بحال الاجتماعات اللقاءات هذا هو اللي جات سنين ولكن فيما يخص يعني الحضور اليومي ولا الى قاعد شي حاجه كذا طريقه يعني راني شويه بعد واحد طلب السيد الرئيس والثاني عندك على جديد ان شاء الله ان شاء الله تعطي فيه وتزيد تعطي انت ان شاء الله العمل الذي لك من حي السماح الحناوي بعد ان شاء الله واش ممكن نديرو شكر عليه في اعزام عندنا تماما ونشوفو ان شاء الله شي محاولة ما الى بكره ماشي
على ديسبوزيسيون ديال
يتعاونوا على البنوك في اطار المشاريع في اطار التكوين في اطار الشباب اللي في السوق ويتقربوا لان باش تكون القاعده السوق في القاعده في القضيه القاعده راه ماشي زي القاعده باش غادي يكون الاستقطاب الاستقطاب يكون عند الهواء يكون عند ماشي عند الاغراءات ولكن ماشي السكوك هذا الشهر ماشي عندنا راه حتى دابا الاجانب هذاك لافيدي هو اللي كانت شحال هذه Thank you.
كاين حتى قوافل طبية من المؤسسات التعليمية، يعني هادو في إطار العمل ديال الهيئة الوطنية اللي كيسعى هو التدخل السياسي. شكرا سي محمد، هذه بوشرة مزيان. دابا حنا غير نحلو المسألة ديال القوافل الطبية، وما أكثر القوافل الطبية وما أكثر كاين القوافل الطبية، ولكن غادي نرجع للمسألة ديال التمييز. إلا بغينا سي محمد هاد القوافل الطبية تكون عندها ناجحين، يكون فيها دراسة، يكون فيها جلسات مع المكاتب، خصنا ننصح الإخوة كلهم. راه هذا النقاش اللي وقع دابا راه ليس بسلبي، راه نقط إيجابية، راه ربما كاين تغاضي عليهم. أنت مثلا هاد النقط ديالك أمين المال مثلا الرئيس أو أمين المال اللي عليهم فاهمين، مفترض اللي كنا هذاك النهار راه الورطة ماشي ديال المكتب، راه ديالك أنت بوحديت. إذا هاد النقط ديال القوافل الطبية مزيان تكون عندنا برنامج، تكون عندنا برنامج سنوي يتوضع يتصدر يتوضع من طرف الفرع، كنصيفطو للمركزية اللي كتصدرو المركزية في جدول زماني. حنا بغينا الإعضاء، بغينا مثلا عن السرطان، بغينا عن هادي التخصص اللي عندنا، التخصص كيفاش كيجي يكون عندنا ديجا تشخيص. تشعراتي مع من درنا مع لي بينيفيسير. النقطه بالنسبه للمقدمين عندهم واحد القانون اخر جديد، ولو دابا مابقاوش تيشوفوا داك الشيء اللي كان في القانون الاساسي. يقول لك غتشوف اعضاء المكتب يوقعوا على التسيير المالي ديال الاسم. حنا طلبوا لنا اليوم ديال البنك شوف هذه النقطة حتى عندهم في دفتر الاستشارة واحد لوسيج ديال مثلا بين الشعبي، عندهم واحد السيرفيس ديال المستشار القانوني. شي مرة بكل احترام للإخوان ديال البنكة عندهم في البنك ما يتعلق بالفلوس، ولكن القضية ديال القوانين ديال الجمعية ما عندهمش. أنا هذا القانون الأساسي راه ما كاينش، ما كيجيش غير هكاك من السما، راه جا من الجمع العام. واش أنا غادي نعطي الصلاحية للجمع العام، عطى الصلاحية لك السي محمد يوقع، واش غادي يقبلها شي واحد؟ ولا غادي تقول لك أعطي لي موافقة؟ وهذاك القانون الأساسي ماشي موافقة. لا حتى هذه وقعت لي هنا، ولكن أنا في القانون الأساسي ديما كنسطر على سميتو كنقول دار القانون الاساسي الشكل هذه غير كيزيدو، ولكن حنا الاساس هذه منطقيه راه ما تكونش الامين المال او نقول لك هنا وقع الامين المال بوحدو غدا سي محمد وقع له غير وعكا في الدار. امين المال يجي يقول لك انا عندي الصلاحيه ولكن سي محمد راه كاين ماشي غاد ولو راه كاين يوقع مع الى غاب هو عنده النائب ديالو امين المال يوقع مع النائب ديما كيوقعوا في العرض واحد هنا واحد هنا. غير القضيه ديال هاد المساله ديال الشكايات مهمه سي محمد، انا كنشوف ختامه مسك وكنتمنوا الله سبحانه وتعالى ان يوفق العمل ديالنا ونتمنوا لهذا المولود الجديد نتمنوا له عمر مديد. يعني كنقول عمر مديد لان الشمره كيقتل في المهد، شكون كيقتل؟ اما كيقتل الموالي بعدا ولا كيكون مؤثرة خارجية، لان هذاك المكتب ما كيكونش منهم واحد السوف السوف، لان هذه راه مسؤولية وهاد المسؤولية خصو واحد يصبر يقول لك شفاق يقول لك راه ما درتي والو انت راه غيركم دي علو وانتم غادي ديروا شي حاجه تكون عمليه ديال التدليس. هذا يكون جوج ديال المسائل كلهم واحد ديالهم تعينوا، ولكن الا كان عنده واحد الايمان الراسخ بالمهمه ديالو بالرساله ديالو اكيد غادي يوصل. والسلام عليكم واسمحوا لي ربما راه كنشكر بزاف ونتمنى ان شاء الله التوفيق. كده ان شاء الله غادي نعملوا بعد اللقاء ديال الاخوان ويعني الاخوان بعد اسبوع تشكيل المياه سيتم تعمل بعد اسبوع بمصادقه